تنفيذ الأحكام القضائية للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم الديمقراطي. تفضلوا السيد النائب أو السيدة النائبة. السيد النائب. السيدة الرئيسة المحترمة، السادة النواب والنائبات المحترمات، السيد الوزير، السيدين الوزيرين، رمضان مبارك سعيد. سؤالنا السيد الوزير المحترم هو يتعلق بالأحكام القضائية، ماذا حققتم وما ما لم يتحقق في هذا المجال؟ وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدوري أبارك للسيدة الرئيسة والسيدات والسادة النواب هذا الشهر الكريم. أفيدكم السيد النائب المحترم بأنه فعلا هناك مشاكل في التنفيذ، لكن ينبغي أن نفرق بين التنفيذ ضد الخواص وبين التنفيذ ضد الشخص العام. بالنسبة للخواص فإن الأشخاص بإمكانهم أن يمارسوا جميع المساطير بما في ذلك مساطير التي تتعلق بالتنفيذ الجبري. وبالطبع فإننا في إطار مقاربة موضوع تنفيذ مقاربة جديدة عبر التشريع، مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن مجموعة من المقتضيات التي ستساعد على ذلك، ونظرا لعامل الوقت أختصر في مؤسسة قاضي التنفيذ التي سيكون لها دور كبير في هذا المجال. بالنسبة لأشخاص القانون العام هناك فعلا بعض الصعوبات، ولكن مع ذلك أشير إلى أن الإحصائيات تقول بأن هناك تقدما ملموسا في حجم القضايا التي تنفذها الدولة والجماعات المحلية وما إلى ذلك، وإن كان الأمر يتطلب مجهودات لا أستطيع أن أدخل في تفاصيل الآن، مستعدين لمناقشتها في اللجنة المعنية. شكرا. قبل ما نعطي الكلمة للسيد النائب كتجيني إشارة من القاعة بأن الشاشات ما كيخدموش. السيد قلزيم إلا كان تكلفوا تشوفوا الشاشات ما كتشتغلش. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير المحترم. المعطيات اللي أدليتم بها والتي نلامسها يوميا في قضائنا وكذلك بشكل جلي تدل بشكل جلي على جديتكم وحرصكم على توفير كل الوسائل من أجل تحقيق العدالة والرقي بالقضاء إلى ما نطمح إليه جميعا، وهذا ما لم مسناه أيضا في موضوع تنفيذ الأحكام والقضائية رغم ما يواجهها من مشاكل، والتي نقترح عليكم ما بعض الملاحظات هو إنشاء خلية مركزية. نعم، إنشاء خلية مركزية لمتابعة تحكيم تنفيذ الأحكام، العمل على دعم وتقوية الجهاز التنفيذي وتعزيزه على مستوى المحاكم بالموارد اللازمة، تدليل الصعوبات القانونية التي تواجه تنفيذ الأحكام من خلال الحد من استعمال المساطر الكيدية لعرقلة التنفيذ والمشاكل المرتبطة بإجراءات التبليغ، توفير عدد كافي من أعوان التنفيذ والمفوضين والموظفين القضائيين وتحفيزهم على تصفية ما بأيديهم من ملفات. الأهمية السيد الوزير المحترم ديال الأحكام القضائية تكمن في تنفيذها، كيف أن حكم قضائي وبلا تنفيذ شنو هو معناه؟ وشكرا. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ الكلمة لكم سيد الوزير. أتفق معكم سيد النائب فيما تفضلتم به من المقترحات، وحتى تساؤلكم الذي طرحتموه ما معنى أن تكون هناك أحكام غير منفذة؟ أتفق معكم عليه، هو سؤال استنكاري وأنا أيضا بدوري أستنكر، لكن تعرفون بأن المواطن هو في طرف طالب التنفيذ، هو أيضا في طرف المطلوب بالتنفيذ. إذا في إطار النزاعات والخصامات يحاول كل طرف
أن يتحقق مصالحها وهو منها خلال هذه العملية التي فيها مصالح متضاربة. فبقدر ما هناك طرف يحرص على التنفيذ، هناك طرف يحرص على التهرب. مسؤوليتنا هو أن نساعد في تطبيق القانون في تنفيذ الأحكام القضائية. ما أشرتم إليه بخصوص المفوضين القضائيين شكرا. سيتم